يتظاهر الفرنسيون اليوم من أجل تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب، وأيضا من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية، خاصة فيما يخص قانون التقاعد الذي يثير جدلا كبيرا في فرنسا، وينوي من خلاله الرئيس الفرنسي تطبيق إصلاحاته، والحكومة الفرنسية تنوي رفع سن التقاعد من 62 عاما لغاية 65 عاما، رفع الرواتب مقابل هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار فيما يخص أسعار الطاقة من غاز وكهرباء وأسعار المواد الغذائية. هذه الجماهير هنا تطالب بتحسين ظروف المعيشة نظرا لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الوضع في الداخل الفرنسي وفي أوروبا بشكل عام، للمطالبة أيضا بضرورة أن يكون هناك إصلاحات تشمل الطبقات العمالية. النقابات هنا تتهم الحكومة الفرنسية بأنها تقف إلى جانب المصالح المالية والاقتصادية بدلا من مصالح العمال، ويحاولون الضغط من أجل عدم إحداث أي تغيير فيما يخص قانون التقاعد.